عليه فرصة ثمينة جدا لصالح الرجاء. كرة لأنس جبرون مرة ثانية في تنفيذ الركنية. رائع عبد الله جمعة في هذه الكرة. أنس جبرون يرفع هذه المرة في القائمة الثانية، تغطية دفاعية مرة ثانية. لم يلحق عليها عبد الله جمعة، وصلت مباشرة لعبد الإله مذكور، يرفع كرة بعيدة خطيرة براس. ضاعت كرة سفيان رحيمي، وضع هدف التعديل في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 90. كرة من عبد الإله الحفيدي من هنالك، يرفع ركنية في القائمة الثانية بعيدة، إصابة الكرة، ما زالت الخطورة مرة ثانية. دفاع من محمد ابو جمل يتمكن من هذه الكره وياخذ كمان وقته، لا ياخذ وقته الان، يخاف من بطاقه صفراء ثانيه. لعبه رائعه جدا، بدات تظهر الفراغات على دفاع الزمالك لانهم تعبوا من المجهود البدني المبذول خلال الشوط الاول، تعبتهم المباراه في نهايه المطاف. عناصر الرجاء خرجت نفس ثاني في هذا الشوط الثاني.